وعن عائشة وأمي سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. هنا هل الجنابة تمنع الصيام؟ لا، الجنابة تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام، فمن أصبح جنبا صيامه صحيح ولا شيء عليه. وإن طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر فتعقد النية وصيامها صحيح. وإن لم تغتسل فإنما الغسل لاستباحة الصلاة لا لاستباحة الصيام. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى في الفريضة والنافلة جميعا، في الفريضة والنافلة جميعا. وعن عائشة رضي الله تعالى كثير من الناس يظن أن لابد أن أنا أغتسل عشان أصوم. لا، ما لا علاقة بهذا، لا علاقة للغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالصوم، إنما علاقته لاستباحة الصلاة. وضحت أيها الفضلاء؟ هذه معلومة منتشرة عند الناس. لازم الوضوء يا شيخ؟ وضوء فيش بعد يعني إذا ما لا 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 ما لها علاقة. هنا القضية في من جامع كما عند أبي داود وغيره فليتوضأ استحبابا. نعم. حتى يغتسل، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه. نعم. وعن عائشة الوضوء بعد الجماع استحبابا. نعم. أيوة نعم نعم أي نعم. ومن الشيء الطبيعي طبعا إن شاء الله عز وجل أنه يغتسل ليخرج لصلاة إيش؟ لصلاة الفجر. لكن هنا يبقى الأمر، النية هنا متى كانت لابد أن تكون قبل إيش؟ أن تكون قبل الفجر. فهنا لا علاقة لنية الصوم بالغسل، ونية الصوم تسبق الغسل والغسل يتأخر عنها، لأن الغسل استباحة لماذا؟ للصلاة. نعم.